يا ابو درجه ايه ده بتاع اليمين؟ تعال خبرني لك. حاضرين بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الأعزاء، مستمعينا الكرام، هذه انطلاقة الشوط السادس، والشوط السادس خاص أيضا بالإبكار الإذاعي المهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. انطلاقة موفقة وسليمة بإذن الله في هذا اليوم وفي هذا الميدان، ميدان الذهب، ميدان الهباب. مشاهدينا الكرام، بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى المركز الأول. هناك شعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم على ظهر شعاع يضمرها أيضا عتيج بن علي بن خفية، والمركز الثاني أصبح من نصيب المركز الثاني اللي هي الشفوق لسي سلطان بن طارش بالقوبع، أخذت المركز ماخذ المركز الثاني والمركز الثالث. هناك المركز الثالث اللي أصبح من نصيبها اللي هي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمن السيد عبيد بن محمد بالضبيعة، ولكن هني شواهين مشاهدين الكرام اللي اخذت المركز الرابع للسيد خليفه بن ولا علي بن خليفه بن بليشه، اللي ماخذ المركز خليفه بن علي بن خليفه بن بليشه ماخذ المركز الرابع والمركز الخامس. مشاهدي الكرام، اللي قادمه هناك عندك يا بن سليم عند حمد بن سالم بن سليم اللي اخذت المركز الرابع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، اللي هي 12 سلهوده، اللي سلهوده، والمركز هناك المركز السادس. بنشوف المركز السادس اللي قادم من شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اللي هي براقة، يضمنها سيد سهيل بن مبارك بن مرخان، والمركز هناك المركز السابع مشاهدي الكرام اللي تحمل رقم 6، المركز السابع اللي هي بشرة للسيد خليفة بن حمد بن سليم ماخذ المركز السابع، والمركز الثامن من الجنب الثاني مشاهدي الكرام المركز الثامن. على العموم، على كل حال، هناك بشاير للسيد سلطان بن طارش بالقوبع ماخذ المركز السابع مشاهدينا الثامن مشاهدين الاعزاء. هذه النتيجه للثمان المراكز الاولى في اجوارنا، ولا زالت ايضا هناك اللي هي ماخذ المركز الاول من بدايه الانطلاقه اللي هي شعاع لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد ال مكتوم، يضمرها السيد عتيج بن علي بن خفيه. نقلتنا على المركز الثاني اصبح من نصيب الشفوق لسيد سلطان بن واللي شوق لسيد سلطان بن طارش بالقوبع ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث هناك شواهين لسيد علي بن علي للسيد علي شواهين مشاهدي الكرام للسيد خليفة علي بن خليفة من بليجة ماخذ المركز الثالث، والمركز الرابع عندك يا محمد ابن سلطان يا بن طارش المركز الرابع مشاهدي الكرام، المركز الخامس عندك يا خليفة يا بن حمد يا بن سليم ماخذ المركز الخامس، والمركز السادس بنشوف المركز السادس اللي هي براقة للسيد حمد بن سالم بن سليم اخذت المركز السادس، والمركز السابع اللي يسموه بالومة ولا المركز السابع مشاهدي الكرام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم اللي هي قطنه، يضمنها السيد عبيد بن محمد بالضبيعه، ولكن المركز هني المركز السابع مشاهدينا الاعزاء لقادم المركز السابع اللي هي براقه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمنها سهيل بن مبارك بن مرخان. هذه مشاهدي الكرام في سبع مراكز الاولى مشاهدينا الاعزاء، وهني المراكز يعني متقدمات مشاهدي الاعزاء، واللي متقدمه وماخذ المركز الاول من بدايه الانطلاقه اللي هي مشاهدين الاعزاء اللي هي شعاع، يلا من بدايه الانطلاقه وهي ماخذ المركز الاول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد ال مكتوم، يضمنها سيد عتيج بن علي بن خفيه. يلا يا ابو علي خلك مع المركز الاول، لكن المركز الثاني شواهين لسيد علي بن خليفه بن بليشه ماخذ المركز الثاني، وقادمه ايضا شواهين. ديروا بالكم من هذه البكره، ديروا بالكم من هذا الاسم مشاهدين الاعزاء اللي هي شواهين ماخذ المركز الثاني لعلي بن خليفه
لعلي بن خليفه من بليشه ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث هني اللي هي قطنه ماخذ المركز الثالث للسيد خليفه بن حمد بن سليم، والمركز الرابع قطنه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمنها السيد عبيد بن محمد بن ضبيعة. المركز الخامس هني ايضا هني للسيد حمد بن سالم بن سليم ماخذ المركز الخامس، والمركز السادس بن الجنب الثاني للسيد محمد بن سلطان محمد بن طارش بالقيوبه. هذه النتيجه مشاهدين الكرام، هذه النتيجه مشاهدين الاعزاء. وشعاع اللي ماخذ المركز الاول، شعاع ماخذ المركز الاول من بدايه الانطلاقه، وهي ماخذ المركز الاول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمنها السيد عتيج بن علي بن خفيه. ولكن شواهين قلت لكم صاحبه الشوط هذه البكر، صاحبه الشوط علي بن خليفه بن بليشه ماخذ المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثالث اصبح من نصيبه مشاهدينا الكرام اللي هي قطنه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر قطنه السيد عبيد بن محمد بن ضبيعه. ولكن المركز الرابع اللي قادمه المركز الرابع هناك لخليفه بن حمد بن سليم ماخذ المركز الرابع، والمركز الخامس للسيد حميد عبد الله بن سيف بن ضبيعه اللي هي سلهوده ماخذ المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الكرام، قدمنا عند المراكز الأولى، قدمنا عند المراكز الأولى عند هناك عند اللي هي مشاهدين الأعزاء على المركز الأول شعاع وشواهين. شعاع وشواهين قلت لكم شواهين يعني تبغي مراقبة. هذه البكرة الذي دائما تاخذ المراكز الأولى، يا سلام. انطلقت مشاهدين الأعزاء، انطلقت بالمركز الأول شواهين كعوائد هذه البكرة، كعوائدها ما ترضى بالهزيمة أبدا، دائما تأخذ المركز الأول بكل قوة وبكل جدارة. ما شاء الله شواهين مشاهدين الأعزاء، تعود ملكيتها مشاهدين الكرام للسيد خليفة بن علي بن خليفة بن بليشة ماخذ المركز الأول من دون منافس على الإطلاق. المركز الثاني هني سلهودة للسيد عبد الله بن سيف ضبيعة ماخذ المركز الثاني، وسلهودة واصلة مشاهدين الأعزاء للسيد عبد الله بن سيف ضبيعة. ويا سلام يا سلام يا سلام. ولكن شواهين 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 وسلهودة شواهين وسلهودة في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الحرجة، في اللحظات الأخيرة. يا الله بنشوف سلهودة واصلة اختفت سلهودة، خذت المركز الأول. الله سلام يا نزوة، سلام يا الهباب. تهانينا مشاهدين الأعزاء. الكل يهني عبد الله بن سيف بن سالم بالضبيعة على فوز سلهودة بالمركز الأول، وخذت المركز الأول مشاهدين الأعزاء. تهانينا والناموس لعبد الله بن سالم بالضبيعة على فوز سلهودة المركز الثاني. شواهين للسيد علي بن خليفة بن بليشة، المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن رايب سعيد مكتوب. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء، شفتوا المركز الثالث اللي شعاع، المركز الرابع رقم خمسة اللي تحمل رقم خمسة. على العموم على كل حال تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن سيف بن سالم بالطبيعة اللي اجتبي على فوز اللي هي سلهودة بن